رمضان كريم على كل متابعي قناة كوك تي في على يوتيوب. أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. موضوعنا اليوم رح يكون عن 3 يوتيوبرز دخلوا السجن. أولا جو حطاب. سبب دخول جو حطاب إلى السجن كان كتير مجهول، حيث توقف من قبل الشرطة في بلده من غير أي سبب وظل بالسجن لمدة 6 أيام. فبعد ما طلع من السجن توجه إلى سنغافورة وصور هناك فيديو يشرح فيه كل تفاصيل اللي حصل معه. فبعد ما نزل الفيديو واجه تعليقات وتتهمه بإساءته للبلد رغم أنه ما كان يقصد هالشيء أبدا، فاضطر لمسح الفيديو لحبه لبلده رغم أنه ما كان يقصد الإساءة. فبعد هالشيء جاته تعليقات مساندة لإله ووقفت ناس كتيرة معه ووقفت معه في هذا الوقت، فمن بينهم كانوا يوتيوبرز مثال عليهم كان مشيع اللي نشر ستوري وعلق على الموضوع. فبعدها نشر هاي الصورة وكتب عليها هالتعليق. ثانيا عمر فاروق. المعروف عن عمر فاروق حب التجربة والمغامرة، والمعروف في قناته سلسلة عمر يجرب. فبعد ما جرب أن يكون ممرض وأم وأصم وغيرها من التجارب والتحديات، قرر هالمرة عمر يجرب أن يكون سجين ويقضي أيام بالسجن ويمر بمراحل يمر بها كل سجين. فهي التجربة كانت من أكبر التجارب بالنسبة لعمر، حيث نزلت الحلقة الأولى منها وحققت نسبة مشاهدة كتير عالية، حيث حققت 1,000,000 مشاهدة خلال يوم واحد من تنزيلها، ورح ينزل الحلقة الثانية قريبا. ثالثا نارين بيوتي. في سنة 2019 طلعت إشاعة تتهم نارين بيوتي بدخولها للسجن، حيث عدد كبير من متابعينها صدقوا هالشي وصاروا يراسلونها للإطمئنان عنها، رغم أنه الفيديو مبين أنه مو حقيقي ولا يتضمن حتى ولا دليل عن صحة الكلام. فنشرت نارين فيديو على اليوتيوب نكرت فيها الإشاعة وطمأنت متابعينها عنها. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.